قال ولو ترى إذا الظالمون، قومي أنت بكرة تكوني من المعترين هذول المشحورين المبهدلين المرعوبين اللي أمامهم عذاب الله الذي لا يوصفه عذاب كعذابه. عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، هذا عم يسب هذا وهذا عم يبهدل هذا وهذا بيقول له أنت خربت بيتي وهذا بيقول له أنت سبب كفري وأنت اللي قطعتني عن الشيخ وأنت اللي خليتني ما أجي على الجامع وأنت قلت لي برد وأنت قلت لي مدري إيش. القطرة واحد بده يروح على الجامع، الدنيا شتى مثل الأيام ونزل المطر وكان بزمان ما في لا زفت طيب كله وبالضيعة، وبده يروح على الجامع مسافة شي 200-300 متر، بده يعني بده شطورة، بده يروح إجت مرته يا ابن الحلال طين وحل مطر، قال ابدا الله الا لو كان على الدنيا على الدكان ما بروح، على المتجر ما بروح، على الوظيفه ما بروح. للاستجابه الى نداء الله هون في طين، اما اهنيك ما في طين، هون في برد، اما اهنيك الا ابدا. راح كمان لاجل صرف الزحله وقام لبس بدلة من طين من راسه لأجره، ما عاد يروح على الجامع لوت الجامع رجع لما شاوت له خرجت. الله لا يقيمك، ما قلت لك ما نصحتك، خلاصة غير أواعي غسل حاله مدري إيش لبس أواعي جدد وما شافته إلا على ثم البار. لوين؟ إلا على الجامع. لك بيعار أنت ما لك ما كنت افهم؟ الخلاصة ما رد عليها. لما طلع من باب الجامع وشاف واحد قدام بابه وبايده فانوس يمشي قدام، يقول له اوعى هون في جوره، هون في زحليقه، هون في طبيشه، هون مدري ايه، حتى وصلوا للجامع. لما وصل الجامع بده يفوت، قال له تفضل قدامي. قال له لا انا ما بفوت على الجوامع. قال ليش ما بتفوت على الجوامع؟ الحمد لله البلد كلها اسلام. شو انت مالك مسلم؟ قال له لا مالي مسلم. قال له لكن شو نصراني؟ قال له ما في نصارى، يهود ما في يهود. قال له انا لا يهودي ولا نصراني. قال له كان شو انت؟ قال له هو ابليس بذاته، هو الشيطان الاكبر. قال له يا حاجي ما عرفت انت؟ قال له لا ابدا. قال له هو الشيطان الاكبر، ابليس بذاته جاي. قال له الشيطان تعيني على طاعه الله؟ ما معقول. قال لا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كمان حافظ الحديث؟ قال له إلى كان، لكن حافظ الحديث ما لحتى أعمل الخير، حافظ الحديث لحتى أعمل الشر. قال له وين الشر؟ عندني على طاعة الله وصلني للجامع. قال له لا، ما مت مالك فهمان، أنت مالك فهمان. قال له أشلون؟ قال له انت لما طلعت اول مره وتزحلقت وقعت بالطين ورجعت على البيت وما ضعف ايمانك ولا عزيمتك ولا همتك، الله غفر لك كل ذنوبك من حين ما سجلت عليك الذنوب، لانك طلعت ابضاي وصامد وما زعزعك ولا ضعفك شيء، الله غفر لك كل ذنوبك. قال له خفت بالمشوار الثاني تزحلق لك زحليقه ثانيه، الله يغفر لاهل البلد من سببك. قلت يا غرب بيته هذا بيروح علي كل شغلي طول عمري. قال له انتم وصلوا على الجامع خليه يكفينا شره، ما يقوم زحلق له زحلقه ثانيه يقوم يضوع كل ايش؟ كل شغلنا طول عمرنا. قال له المساله الجمال بنيه والجمال، فالله يا امي يوفقنا نكون صادقين مع الله صدق،